والرجاء، الرجاء الأخضر، الرجاء الكبير، الخضراء النسور، رجاء الشعب الأخضر الوطني، صوت الشعب كما يلقب هنالك عند جماهير الرجاء. نمر إلى تشكيلة الفريقين، البداية بالوداد، حراسة المرمى لريثات كناوتي، يمين الدفاع نصير، لليسار عملود، محور الدفاع لكدرين وأشرف داري، ثنائي الارتكاز إبراهيم نقاش أكبر لاعب في البطولة المغربية، أسرير إلى جنبه كلاعب ثاني ارتكاز، وليد الكارتي أمام هذا الثنائي، وثلاثي خط النار على اليمين أوك، لليسار إسماعيل الحداد، وقلب الهجوم أيوب الكعبي. اختيارات المدرب الصربي زوران مانولوفيتش. تشكيلة فريق الرجاء في هذه المباراة، أنس زنيتي لحراسة المرمى، يمين الدفاع بوطيب، لليسار شبيرة، محور الدفاع للشاكير والليبي الورفلي، في وسط الميدان الثنائي للارتكاز العرجون والكونغولي فابريس نغوما، ثلاثي وسط ميدان هجومي سفيان الرحيمي، نانا ومحسن متولي، وطبعا المهاجم الكونغولي مالونغو باختيارات المدرب الرجاوي جمال السلامي. رضا طبعا قلنا طاقم التحكيم الرئيسي في الميدان للسيد رضوان شاهد من مواليد 9 ابريل 1979 في مدينه اكادير، افضل حكم في المغرب لاقوى مباراه للموسم في الدوري المغربي. غيابات عديده اليوم في صفوف ينجح في الاختبار. تعود الكره الرجاويه، ديربي من اجمل الدربيات في العالم يصنف، والهجمه الرجاويه وهنالك لمسه يد يعود عليها رضوان جايد يعطيها لفريق الرجاء بعد مرور 7 دقائق لعب. الدفاع الرجاوي بكره طويله، مالونغو يحاول المرور، والكره هنالك رايعه، هنالك رايعه على سفيان الرحيمي، لعب قادر على احداث الفارق في كل لحظه. طويله من اوك، كره في نقطه الجزاء، وامكانيه التسويق، والركنيه، ركنيه وداديه او امامنا اي وليد الكارتي، كان قريب من التسجيل لولا تدخل الشاكير في قلب الدفاع. شاكير هو اللي وهذه كره وهذه خطوره وامكانيه الاختراق والتسويب، ورضا تكناوتي موجود في المكان المناسب، الحارس المناسب. سفيان الرحيمي مصدر كل الخطورة، ومصائب الوداد لا تأتي فرادى بعد غيابات للشيخ كومارا، لباباتوندي، لصلاح الصعيدي، لناهيني ويحيى جبران. هنا بهذه الكرة رجاوية بالأساس، متولي يوزع، والرأسية من رحيمي، سفيان رحيمي بالرأس، محسن متولي، دينامو الفريق الرجاوي، مايسترو الاخضر البيضاوي، روعه في الاداء لحد الان من كابتن الرجاء محسن. جبيره، تماس طوير من جبيره بالراس دفاعيا، ومالونغو، البعثه لمالونغو، مالونغو الكونغولي، ويريد المقصيه. 12 عام فارق بين الفريقين، هذه كرة مالونغو، مالونغو تسويبة قادمة من كينشاسا، لكن بدون دقة لمالونغو ليعتذر لزملائه في الفريق، وعني كل من سفيان. قلب الدفاع أمامنا، عودة في الوقت المناسب للشاكير، كرة لولبية في القائم الثاني، والركنية، ركنية للرجاء، وكل الجماهير الرجوية تترجى في لاعبي الرجاء للتسجيل. هذه الإعادة، نانا يعدي، وعلمين متولي، التسويق من محسن متولي، من أكبر لاعبي الرجاء، كابتن الفريق بدون نجاعة هجومية. 10 دقائق قبل نهاية الشوط الأول،
إيقاعات سريعة من اللاعبين، 8 أهداف وتغني المين. كرة مازالت للرجاء، إمكانية رحيمي اليوزع، غريبة غريبة وعجيبة، وحده كان لنا بدون مراقبة، وفرصة ضاعت على الرجاء ولا ضاعت. شوف الكرة مليمترية، بالمليمتر يا حبيبي بالمليمتر، ولكن يضيع محاولة خلق السرعة ويعدي، والحكم يخلي مبدأ إتاحة الفرصة، وما زالت الكرة للوداد والمخالفة، وربما الإنذار، الإنذار قد يأتي الآن من رضوان جيد بعد التصدي لأوك، بادي أوك السريع. خطورة خطورة، هاي جاية هذه الكرة، الكارتي وليد والحرب في وسط الميدان لمحسن متولي، متولي في التحضير وإمكانية التسويب، التسويب كرة بعيدة، قوة الصد موجودة من فابريس نجوما الكونغولي، لكن بعيد عن الحارس ريتا تكناوتي حارس الوداد. الستينات والخمسينات إلى غاية اليوم، تصويب قوي لكن بعيد، إسماعيل حداد باليسارية المذهلة، كرة لم تكن مؤثرة. الوداد اليمين، إمكانية الاختراق رائعة، بادي أوك، بادي أوك يوزع ويحرك، متولي متولي متولي، كرة رائعة ولكن غريبة الكرة، فرصة كبيرة لفريق الرجاء، تضيع مرة أخرى على عرجون، العرجون أو لا نانا نانا رقم 30، يعطي البعض من الخوف على الجماهير ضد الموزمبيق. هذه كرة طويلة في القائم الثاني، والحارس أنس زنيتي وبوتايب، كرة طويلة باتجاه مالونغو، ومالونغو والتسويب، لا وهذا الجانب الودادي بألوانه الحمراء مكتفي بالواجبات الدفاعية. كرة التسويب وكالعادة من الحسوني، والحارس أنس زنيتي سهل لي هذه الكرة، بدأنا جبيرة متولي ومالونغو، وكالعادة التسويب من مالونغو. شوف الحارس ريدا تكناوتي غير راضي بالمرة، ولا كذلك مالونغو غير راضي على هذه التسويبة. المهاجم الكونغولي السابق لفريق تي بي مازيمبي هو أفضل هدف في الدوري من جنب، رائعة من محسن متولي، شوف الكرة يا سلام، ويورب ران التسويب، الرجاء بألوانه الخضراء يكسب المعركة. شنو هذا؟ ما هذا؟ الرجاء يا سادة مؤتمر كالعادة، تاريخه يشهد عليه، أرقامه أمجاده ألقابه تتكلم عليه، أشهد دلال يا رجاوي، أشهد جمال يا الأخضر، الرجاء العالمي يحييكم ويمسي عليكم في أكبر مواعيد الكرة المغربية، والوداد يعاير الأزرار، الوداد ينهار، الوداد في حالة انكسار. شوف الكرة، يا سلام يا سلام يا سلام، باليسار حتى له، باليسار شبه له، ما رحموش ما رحموش ما رحموش، كرة من أجمل ما يكون.